أكثر من 70 بلد، بس كمان 25 بلد، أكثر من 70 بلد. وفي داخل البلد أيضا يسافر كثير. الآن في هذه الزيارة هو في أسبوع هذا المغتشي زار بورعيل وزار جوهر، ونحن لم نزر. فكثير جبال طبعا عنده إذاعة متنقلة، عنده بث مباشر، من يدفع مجاني مجاني. أنا كنت أتابع رمضان الماضي 10 أواخر، الناس كلهم كانوا يذهبون إلى مكة المكرمة للاعتكاف هناك، وهو ذهب إلى رهينجا وكان يعتكف في مخيمات النازحين الذين أرهبوا أن يزوروا بلدهم. الدكتور هاني طبعا شخصيا نحبها كثيرا، وتعاونا على أيديها هذا العمل الإنساني. أنا أول محاضرة طبعا دخلت في خطة سابقة، لكن أول محاضرة كان في ديهات في دبي دكتور دبي أظن عام 2014 تقريبا. أنا تعرفت عليه بصفة مباشرة كان 2004 تقريبا في ديهات، كان له محاضرة تعرفت بها كثيرا، كان عن العمل الإنساني وكان كلها تدور حديث خديجة سيدة خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم. إنك ليش الحديث؟ إنك تصل هذا الحديث كان يفسره، كأن الحديث كان دليل عليه رغم أننا تعلمناه ونحن في الابتدائية. فكان لما جلوا له خيرا الرجل غنيان التعريف، رغم أنه ترك مهمته ومهنته كطبيب وهذا العمل الإنساني طبعا. وأيضا اشتهر لأنه استلم الجوائز العالمية حقيقة، يعني وسام الشرف البريطاني ملك بريطانيا أليس كذلك، وكذلك عدد من الجوائز العالمية. فدكتور هاني أتمنى جزاه الله خيرا، نحن حقيقة استفدنا منه كثيرا، ومؤسسة زمزم حقيقة المدينة في كثير من الأمور وتشجيعه وتعريفه بالمؤسسة في كثير من الأماكن. فنرحب دكتور هاني أتمنى في هذا اللقاء، فإن شاء الله تعالى نستفيد منه هذه الساعة من تجاربه وتجواله في العالم إن شاء الله تعالى. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد إن أنا أكون معاكم اليوم، وكنت أسعد بكثير لما شفت الجامعة اللي انتم عملتوها ومصرين على انها تكون من احد مشاريع التنميه لتحارب الفقر وتحارب البطاله وتحارب التطور. خليني اتكلم معاكم بمنتهى الصراحه، من انتم؟ سؤال كل واحد فينا يسال نفسه، من انا؟ لا 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 لا، من انت؟ شخصيتك، اعتباريتك، بتعمل ايه في الحياه؟ انا كنت اسمي علي عثمان مليك، كنت اشتغل بالتدريس. من انت يعني؟ عرف شخصيتك من الداخل، ايه دورك في الحياه؟ انا انسان. ها كويس، انت ايه؟ اعمل انت ملك ولا جن؟ لا لا انت بتعمل ايه؟ كنت دائما احمل التدريس بالتدريس والتربيه. انا من انت الان؟ ربي ربي ربي. خلاص، من انت؟ انسان يعمل. والله هذا هذا على قيامه يوسف من يفسد فيها ويسفك في الدماغ، ونحن نسبح محمد في القدس لك مش الملائكه قالوا كده ربنا سبحانه وتعالى؟ ما انت اللي هتسفك في الدماغ؟ من انت؟ انا عيون. ايه؟ انا عيون. عيون؟ انا عارفينك يوم. من انت؟ انسان يخدم لنفسه ولغيره، يعني كويس، يبقى دي اضافه، انسان يخدم لنفسه ولغيره. انسان متطور. انسان متطور. انسان
انسان محب للخير وبادر للاخرين. محب الخير واللي بعدها الاخت ولا مين؟ لا تحاول تثبت نفسها دائما. تحاول تثبت نفسها دائما. ها يلا ها انسان ينفع الاخرين، نافع للغير. ايه نافع للغير. نافع للغير. خادم المساكين. خادم المساكين. I'm human. There are circles. Okay, very good. إنسان فاعل خير. فاعل خير. إنسان مبادر. سيد؟ مبادر مبادر. مبادر. شعيب من أنت؟ مستخبى يعني مش هتجيبك؟ عمل إنسان. عمل إنسان. عمل إنسان. Okay. من أنت؟ إنسان طبيعي. إنسان إيه؟ طالع مسكين. هو مسكين. نعطيه صدقة، أعطيه صدقة. من أنت؟ نورمال هيومن بينج. ها؟ نورمال هيومن بينج. نورمال هيومن بينج. نورمال، بسم الله ما شاء الله. مجتهد. مجتهد. فقير لله. فقير لله. إنسان يعمل بصالح عامة وخاصة. إنسان يعمل صالح عامة. إنسان خلق للعبادة. خلق للعبادة. ها؟ أنا. أين أنت؟ إنسان مساعد للمحتاجين. محتاجين. محب للآخرين. محب للآخرين. يحب الإبداع. يحب الإبداع. خادم للآخرين. خادم للآخرين. إنسان نافع للغير. نافع للغير. يخدم الأيتام. يأخذ إيه؟ الأيتام. الأيتام. مسلم. 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 إنسان يشفي الأخير. ها؟ إنسان يشفي الأخير. يشفي الأخير. نعم. يحب الرسالة اليومي. يحب الرسالة. عبد الأمر الله سبحانه وتعالى. قول لي ذا. في حاجة أنت ما حد يشوفها لي. إيه هي؟ هل أنت من الأفراد؟ ولا واحد يشوفها لي. واحد، اثنين، ثلاثة. ثلاثة. ما لم تقولونه صراحة. أنا رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. تشمل كل ما قلته. أنا رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كلفنا بخدمة الشعب الصومالي. هنا مفهوم الإيه؟ المسؤولية. أنت لا تعمل هنا لأنك تريد وظيفة. أنك تعمل هنا تريد أجرين. أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة. فأجر الدنيا نحن مكلفين بدفعه، مفيش مشكلة. أما أجر الآخرة بيأتي بناء على ما فعلت في الدنيا بأجر الدنيا. القائم على الأمارة المسكين كماذا؟ سوري، القائم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وأنتم من هؤلاء. وأنتم من هؤلاء. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم استحضرنا النية وبصينا على اللي احنا بنعمله دلوقتي، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلفنا وينزل إلينا جميعا فردا 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 فردا، ويسعد بما تقوم به ويسعد بما تقوم به ويسعد بما تقوم به ويسعد كل ما تقوم به على مستوى الفرد. فده أصل حمل مسؤولية إبلاغ الرسالة وإتمام المهمة التي كلفكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. التي كلفكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فأنتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان مستخلف بعض الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر. فأصبح له أجر، صح؟ وبيت المال وضع له أجر لكي يعيش وتعيش مع أسرته. ثم كان عمله الأخروي الدنيوي أنه يخدم المجتمع بتاعه ليل نهار ليل نهار، لا تعب ولا ضجر ولا شكوى ولا أي شيء. ليه؟ لأن مجهوده كان مرتبط بالله سبحانه وتعالى. مجهوده كان مرتبط ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. مجهوده كان قارب من إيمانه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. مجهوده كان هو جزء من رسالته إن لم تكن رسالته في الحياة كخليفة أو كأمير خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ده كان المجهود بتاعه في خلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يريد ان يكمل المهمه التي انجزها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يتوفاه الله سبحانه وتعالى. هل استشعرنا المسؤوليه؟ تعال اقف جنب كده، اقف هتقعد ساكت كده وبس خلاص. انظر لهناك وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل إليك باسمك إيه؟ عبد القادر مش غادر، الغدر من القادر، غدر من غدر يعني متبزة السودانيين والباغيات الصالحات، وقالت مش باقيات السودانيين لك والباغيات مش أقولك عبد الغادر، غادر عبد الغادر، غادر يا أحدك يا أمو الأخ عنك تمصر. شوف انظر كده وكأنك تنظر والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليك ويقول لك يا عبد القادر، يا عبد القادر أنت مكلف بالخدمة لهذا المجتمع الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالتكليف مش من شعيب، التكليف من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحضرنا بروحه معنا هنا، يحضرنا برسالته، يحضرنا بحبه، يحضرنا بما ولع الإنسانية من حلول إلى الأبد إلى الأبد. فهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل وخاتم المصلحين الصالحين، هذا هو الذي أنت رسوله يا عبد القادر. أول حاجة فإحنا نتكلم نحن بين من أنت؟ نحن رسل الرسل صلى الله عليه وسلم، حري بالرسول أن يحتذي بمن أرسله ومن كلفه بالرسالة، كما قال أخونا شعيب في حديث السيدة خديجة رضي الله عنها عندما نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وجاء خائفا مرتعدا يعني مرتجفا يقول لها كأم وكزوجة وحبيبة دثرين دثرين، قالت له والله إن الله لن يخزيك أبدا، فإنك تقري الضيف وتحمل الكلب وتعين المحتاج وتصل الرحم وتساعد على مصائب الدهر. وهذه هي قواعد رسالة العمل الإنساني والعمل الاجتماعي الذين أنتم مكلفين بالقيام به في أي مكان في الصومال أو خارج الصومال مع أي نوع من أنواع البشر، سواء كانوا على نفس الدين أو غير نفس الدين، على نفس المذهب أو غير نفس المذهب، وهكذا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل وبعث رحمة للعالمين، وكل عالم لا نعرفه وكل عالم نعرفه. ولم تكن بعثته كسيدنا موسى عليه السلام جاء عشان ينقذ بني إسرائيل من بطش فرعون، وعشان سيدنا موسى عيسى عليه السلام ينقذ أخراف بني إسرائيل الضالة، وعشان سيدنا ابراهيم من اباء الانبياء اللي صدع فقط بكلمه التوحيد لم يبني مجتمع، ولا سيدنا عيسى بنى مجتمع في رسالته، ولا سيدنا موسى بنى مجتمع، سيدنا موسى خرج بالمجتمع بتاعه عشان يبنيه في مكان ما في مكان ما، فالمجتمع بتاعه خذل وعبدوا العجل، وسيدنا نوح ما بناش مجتمع انقذ مجتمع من هلاك، فبنى المركب أو السفينة وأخذ من كل زوجين اثنين. لكن الذي بنى المجتمع وأرسى قواعد بناء أي مجتمع في العالم على قواعد ربانية هو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد. فأنتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا هكذا؟ المشكلة في الصومال مشكلة بالسهلة لكنها سهلة، مشكلة مش معقدة لأنها مش معقدة. في عندنا مشاكل أمنية وعندنا مشاكل اقتصادية وعندنا مشاكل في التعليم وعندنا مشاكل في الصحة وعندنا مشاكل في المياه وعندنا مشاكل في الجفاف وعندنا مشاكل في السيول إلى آخره إلى آخره. الجبل اللي أمامنا مبني من الحصى، والأنهار مبنية من قطرات المياه تعرمتها، كذلك المحيطات، وكل مشكلة ليها حل. ما في مشكلة في الدنيا ملهاش حل،
لكن علينا أن نتكاتف ونتنازع عن جزء من شخصيتنا الاعتبارية من أجل إيجاد حل للصومال. وتكون الصومال هي ديدننا اللي احنا عايزين نقف عشان نساعده. احنا خرجنا من فترة صعبة وأصبح دلوقتي عندنا فترة أقل صعوبة، فلابد إننا نحمد ربنا على إننا دلوقتي بننتقل من مرحلة إلى مرحلة. أهم شيء في المرحلة دي إننا نتكامل ونتشاور ونتكامل ونتعاون ونتواصل مع بعضنا البعض، ولا يستأثر أحدنا بشيء، ونكون ناصحين للمجتمع ونكون ناصحين لأي حضور من الحكومات. الأرض الصومال من جنوبها لشمالها ومن شرقها لغربها هي لكل صومالي. كل صومالي له حق العيش الكريم داخل هذه الأرض، وأنتم كرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمتكم أن توفروا هذه الحياة الكريمة لكل صومالي، وأن ترفعوا مستوى الوعي عند المواطنين. الوعي يختلف عن التعليم. ترفعوا مستوى الوعي عند المواطنين، وأن تبنوا صومالا قوية، وأن تبنوا مؤسسات مجتمع مدني قوية، وأن تبنوا تحاولوا مساعدة الدولة في بناء مؤسسات دولة قوية. ما في دولة تستطيع أن تستقر بدون أن يكون لها مؤسسات قوية ومستقلة. وأنتم كمؤسسة كبيرة من حقكم على الشعب ومن حق الدولة عليكم أن تساعدوها بما عندكم من إمكانيات بشرية أو إمكانيات فكرية أو إمكانيات ثقافية أن تبني مؤسساتها. بناء المؤسسات حالياً أهم شيء في استقرار الدول واستقرار المجتمعات وبناء الاقتصاد اللي نتكلم عنه. يبقى التكامل والتواصل والتعاون والشراكة وبناء الحوكمة الرشيدة لكل جمعية من الجمعيات. ولا نقل نحن زامزم. الفلوس اللي عندنا مش فلوس. فلوس مين؟ فلوس مين؟ مساكين. فأنا أجير عند الفقير. أنا أجير عند الفقير. وأن نحن جميعا أجراء عند الفقراء. فحينما نستحضر مسؤولية كوننا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستحضر أيضا مسؤولية أن ما ننفقه من مال على حياتنا وأولادنا إلى آخره هو الذي يعطينا إياه الفقير والأرملة والمسكين. لكي يكون لك رؤيتين، رؤية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تستحضره معك وكأنه هو الذي كلفك أن تكون رسولا له في هذه الأرض، والرؤية الأخرى أن ترى المسكين واليتيم والفقير والأرملة إلى آخره هم الذين يدفعون مرتبك. لأن كل الأموال التي تأتي هنا تأتي من أجلهم، وما نحن إلا أمناء مستأمنين على هذه الأموال. ده دور. أنا كلمت عن من أنا، وكلمت عن من يدفع لي مالي اللي هو اليتيم، وكلمت عن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمت على دوري في الرسالة المتكاملة اللي احنا نتكلم عنها، ودورنا في بناء وطننا الصومال. لابد أن نتكامل، لابد أن نثقف القبائل ونثقف العرقيات وثقف كل التشكيلات دي كلها أنهم يعملوا من أجل صومال واحدة. صومال أغنى منكم جميعا بكل مواردها الطبيعية، سواء كانت داخل بطن الأرض أو فوق سطح الأرض، بكل مياهها، بكل أنهارها، بكل مناخها. هي تكفي الصوماليين وأكثر من الصوماليين. قد تصبح في يوم من الأيام سلة غذاء للمنطقة كلها، سواء كان في جوبا، نهر جوبا أو نهر شبيل. لكن لابد نقعد مع بعض كيف نبني سدة، فكيف نصلح ان انتوا بتسموها الحواجز المايه، بتسموها انتوا بالصومالي ايه؟ بيو بليون ملايين
الأمطار مكعبة على فين؟ المحيط. المحيط. كل سنة أنا جيت هنا في 2016 و 2017 و 2018 واليوم وإحنا كنا من كم يوم في حتة اسمها إيه دار شابيل جاء داروي داروي فيضانات في نفس الوقت تقول إحنا عندنا جفاف وبعد شهر ما كده يبقى إحنا عندنا رؤية إزاي نحجز المية دي ما تروحش للمحيط نحجز المية ما تروحش للمحيط مش هينفع ان انت نحجزها الا لما نتكاتف مع بعض تقعد الجمعيات الصوماليه تضع رؤيه الحكومه تضع رؤيه لكيف نحجز هذه المياه اللي بتهدر في المحيطات كل عام لو احنا حسبنا كميه الامطار المكعبه التي اهدرت في المحيط الهندي في الاربع سنوات الماضيه تطلع تريليونات مش بليونات مش بليونات تريليونات من الامطار المكعبه الكافية لأغراض الصومال كلها من شمالها لجنوبها مش قادرة لكن بدون وجود رؤية لنا وبدون التكاتف لن نستطيع أول زيارة في الصومال كانت سنة 2005 رحت عند جاربي بورتلاند هو جاربي؟ نعم بورتلاند كان في حوالي 8 أو 7 وزراء تعليم والصحة والقانون وكذا 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 قعدنا مع بعض كده في غرفة وكلمنا كل واحد كان بيتكلم عن الوزارة بتاعته أنا عايز كذا 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 ساعتها أنا مازلت أتذكر اللقاء ده أنا معيش إلا 100,000 دولار أو 100,000 جنيه وعايز مشروع واحد فقط مشروع واحد فقط مشروع واحد فقط فما هو المشروع؟ اتفقوا عليه قالوا المياه كل تنازع عن الوزارة بتاعته سواء كان الصحة أو التعليم أو القضاء أو كذا كل تنازع أنا كان قال لك المية ليا وللحيوان وللنبات فيما بعد نستطيع نعمل مجتمع مجتمعنا مجتمع زراعي ومجتمع رعوي أوعى حد يضحك عليكم أو يخرجكم من الرعي والزراعة في الآن لأن هذه قاعدة الاقتصاد اللي كل مواطن صومالي ممكن يعملها في مرحلة معينة لابد أن تبني الاقتصاد من تحت لفوق من تحت لفوق وعشان نبنيه لابد يكون عندنا أول شيء منبات أمنا فيه سربيه من أمن والإيه والمكان اللي هنعيش فيه معافى فيه بدنيه بالصحة عندها وقوتها يومية الأكل بتاع كل يوم كان كأنما حيزة له الدنيا صلى الله عليه وسلم قال يبقى الأمن والسكن والصحة والغذاء والغذاء مرة كان الشيخ الخرداوي ربنا يديله الصحة بيحكي قصة كده عن الفقر تأثير الفقر على العلماء تأثير الفقر على مين؟ العلماء مش علينا احنا هنا فالآن الشيخ قاعد بقى في المسجد كده وبيتكلم وعنده 50 مسألة فقهية و20 مسألة شرعية ومش عارف كم مسألة حديثية وقع بقى منشجع يعني مبسوط فدخلت عليه الجارية قالت له كده في ودنه يا شيخ لا نعم قالت له ما عندناش أكل في البيت تعرف على إيه؟ قاتلك الله لقد أطرت مئات المشاكل أو مسائل من دماغك خلاص البيت ما فيهوش أكل بيت ما فيهوش درة بيت ما فيهوش سرقة بيت ما فيهوش دقيق مفيش عيش مفيش رز مفيش حاجة قاتلك الله لقد أطرت كل هذه المسائل منه فالأول شيء لابد توفير الغذاء والمياه وتجعلوا أحدا يخدعكم بشيء آخر وده اللي موجود تحت رجليكم وده اللي يمكن كل فرد من أبناء الشعب الصومالي يقوم به الزراعة والمرأة والماء الصالح للشرب وانتم حاليا كمؤسسه لابد جميعا نتكاتف على بناء هذه المشاريع التنمويه نخرج ونقول لكل المؤسسات الدوليه الكبيره كفانا اكل كفانا توزيع اكل كفانا 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 هيا بنا ننمي مجتمعنا ان كنتم انتم عندكم النيه لانماء المجتمع الصومالي ان كنتم عندكم النيه لبناء المجتمع الصومالي ان كنتم عندكم النيه مساعدة المجتمع الصومالي للخروج من الجفاف إلى الري،
ومن الجهل للتعليم ومن المرض إلى الصحة، لابد أن نبني المجتمع هنا من خلال مشاريع تربوية. قاتلوا على التنمية. إحنا لا نريد أن نكون مستجدين شحاتين، يعني مش صح كلمة شحاتين عندكم موجودة؟ لا، إحنا مش شحاتين، إحنا عندنا لابد عندنا كرامة وعزة نفس، ولأننا عندنا قدرات، قدرات فكرية، قدرات بشرية، قدرات ربنا سبحانه وتعالى ادهنا في الأرض إحنا عشنا عليها، نستطيع أن ننميها، ونحن أحسن الناس القادرين على إنماء المواد الموجودة في الصومال. لو اشتغلنا فقط في صيد الأسماك وتكفيف الأسماك أو تعليم الأسماك لأصبحت الصومال من أغنى دول العالم. الأسماك فقط. الأسماك فقط والمحيط أول. وعندنا الشاطئ بتاعنا طوله قد ايه؟ كم طول؟ كم كيلو؟ 3000 و 3000 كيلو. أكثر 3600 كيلو. تخيل يا شباب 3600 كيلو، لو في كل كيلو في كم ألف سمكة؟ وكم ألف حوت؟ وكم ألف جمبريايا؟ وكم ألف استاكوزا؟ وكم ألف مش عارف كذا وكذا 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 وكذا؟ يعني أنتوا تاني أكبر ساحل على المحيط بعد جنوب أفريقيا. رفض لنا سبعة عاملة كده اهو، انتوا عاملة كده. موقعنا الاستراتيجي مناخنا، الواحد بيدور على مناخنا جميل، في جو عديد بيقول لك الماء والخضرة والوجه الحسن. انا لقيت الدنيا الاولية، وانت بقى انت الوجه الحسن؟ بس عايز اكون لك شعر كده. فلذلك لو احنا عرفنا قدرتنا سنستطيع أن نبني أوطاننا. لو عرفنا قدرتنا سواء كانت بشرية أو خارجة كهبة من الله سبحانه وتعالى لنا سنستطيع أن نبني أوطاننا. ننظر على اقتصاد الصومال من 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، كيف عاش هؤلاء الناس وصنعوا الأمجاد؟ كيف عاشوا وكانوا يرسلون المساعدات للدول هي الآن ترسل لنا المساعدات ونحن نستجدي منها؟ كيف عاشوا وبنوا ها التكايم في الحجاز؟ مش دي أراضيكم؟ دي أموالكم؟ دول مين؟ دول هم أبائنا وأجدادنا اللي كانوا وثقوا في أنهم يستطيعوا أنهم يبنوا الصومال من الداخل، وثقوا ووثقوا في أنفسهم أنهم عندهم رسالة. ما هو كان بيطلع من الصومال مش بتيجي للصومال. ما هو الناس بتطلع منين؟ من الصومال تبتدي الصومال. فأنتم الآن، وأنا سعيد جدا يا شعيب إن يمكن 50 أو 60% من الموجودين شباب تحت 70 سنة. لا شباب. وعاد برضك تجيب الشباب. المرأة اللي دوركم مهم جدا في المجتمع، والشاب اللي دوركم مهم في المجتمع، والحكيم اللي دوركم مهم في المجتمع. فأنت حكيم الزمان. ها؟ عندنا نستحكمك بحكمك وبأقوالك الرشيدة. تعلم الشباب زي الأخ الأخضر ده، شوف ده صغير زي عينيك، وعايزين نكبره ونجوزه. متجوز ولا لسه؟ متجوز؟ لسه. مرد؟ مرد؟ خلاص يعني ستاندرد و أوردر فاذر اتفقت هنا. وكان جيفهم وايف ها؟ الزواج ما مش يعني الزواج بناء بناء. ايوه يعني نجيب معه اخت تبني معه المجتمع. يعني اهم وحده في بناء المجتمع هو الزوج الصالح والزوجه الصالحه. اكثروا من الشباب يا شعيب. نعم. اكثروا من الشباب واخرجوا للمجتمع اوصلوا ليها. رجاله قعد المكاتب بتمرض. The more you sit in the office, the more you become sick. ده معايا شابة؟ جاب جلوس في المكاتب يمرض. يمكن كان شعيب يقول أنا مسافر. أنا بسافر علشان أنضف حاجتين. أول حاجة أنضف نفسي من إيه؟ من الفكر المغلوط اللي أنا بعيش فيه في المجتمعات اللي أنا فيها. بنضف كل الايه؟ الذنوب اللي عندي بره. لما اتنين بتعلم، واهم تعلم منكم انتم.
يعني اكتر واحد مستفيد من الرحله دي هو انا، لان اتعلمت من الناس ازاي عايشين، من المعاناه بتاعتهم، من امكانياتهم الى اخره، عشان اصبح احاول ان انا اتحدث باسمهم. يبقى اول حاجه انا مرتب نفسي، ثاني حاجه بتعلم، ثالث حاجه بحمد ربنا سبحانه وتعالى على انه لم يمتحنني كما امتحن هؤلاء الناس. امتحان الخير والشر فتنه، صح؟ والواحد كل لما يشوف الناس دائما كانت والدتي تقول لي الله يرحمها يا ابني اللي يبص لفوق لفوق كده تقعد توجعه، صح؟ اي انت بص لفوق مش تبعك، لكن احمد ربك. ودايما خالد الفقراء كانت تقول لي كده، خليك مع الفقراء ما تروحش مع الاغنياء. لما تروح مع الاغنياء هتحس ان انت قدامهم فقير، وانا عايز بنطلونين بدل بنطلون واحد، عايز يكون عندي عربيه، عايز يكون عندي مش عارف كذا كذا كذا، فانت يا ابني خليك مع الفقراء. وعمارات طويله الى اخره. ربنا فددت انه النقطه الثالثه، الواحد يحمد ربنا على اللي عنده. انه عنده سقف تعيش تحتيه، عنده امن، عنده امان، عنده حتى اكل، مش اكل بس يوم واحد، اكل شهرين في الثلاجه. ونجيب الاكل ونخزنه، صح؟ وبعدين كنا عيال صغار بتيجي نص الاكل بترمي في الزباله. انتم شايفين الاهدار في بعض الدول الغنيه اللي هي من العالم الاسلامي في رمضان وغير رمضان وفي الافراح الى اخره، كم الاطنان من الاكل اللي لو وزعت على الفقراء ان هو مال هتغنيهم. ده النقطة الثالثة. سمعت برنامج. يعني من بعد دخول مثلا السعوديين من من؟ يعني برنامج سمعته. يقول لا ما تقولش اسماء دول. ايوه. الناس. الناس يرمون يعني ايوه. ايوه. كويس يعني. اللي احنا مش جايين ناكله. يكفي يعني شعب الصومال وشعب ال اليرموك وشعب الرونكا وشعب اليمن. جزاك الله خير، يعني هو بيتكلم على كمية الإهدار بتاعت المال. بتاعت الطعام، حفلات والأفراح والأعراس. لا يرموها يرموها الزبالة. أنا عارف نعم. أنا بس مش هكوي مش هطول عليكم عشان لو أنتم عايزين تسألوا بعض الأسئلة واخدين بالكم، أنا أهلا وسهلا، أنا جاهز وأنا مش تعبان، أنا فرحان. وكل ما بتكلم معاك بفرح اكتر. بعد كده هزعر، حد يعرف زغرط؟ 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 زغروطه؟ زغروطه؟ عارف زغرطي؟ ابدا؟ ابدا؟ غلبان. هنجيب لك عريس يكون بيزغرط. اي اسئله من الشباب؟ انا جاهز. يلا حد يوصل الشريف كده. اي سؤال؟ سؤال محرج ما عنديش مشكله. قولي مثلا متجوز خمس ستات ولا 10 ستات او حاجه زي كده. خمسه لا يجوز. ها؟ خمسه لا يجوز. اسالني سؤال محرج. اتفضل. اتفضل. بسم الله. اوكي اوكي كده عشان انا اشوفك وافرح بيك. جزاك الله خير دكتور حلمنا، يعني نورتنا. انا عندي سؤال. الموضوع ثاني دور العمل الانساني. نعم. يعني ما الفرق بين العمل الانساني والعمل الخيري؟ هو طبعا كل الانساني والعمل الخيري. طيب شوف، هو للاسف كل التعريفات اللي موجوده في القاموس حاليا هي تعريفات جايه من الغرب. العمل الانساني اللي هو العمل اللي هو الاغاثي دلوقتي، كان زمان اسمه ريليف عند الامرجنسي، عملوا اسمه هيومانيتيريان. في الماضي من 30 سنه لما بدانا احنا العمل كان اسمه هيومانيتيريان، مش هيومانيتيريان، كان اسمه ريليف عند الامرجنسي. عند العرب في لغتهم العمل الانساني هو كل عمل يخدم الانسان. بما فيه التربوي، بما فيه التاهيلي، بما فيه التدريب. احنا مشكلتنا اسمك ايه؟ عمر. عمر، سيد عمر، سيدنا عمر. احنا مشكلتنا سيدنا عمر ان احنا ما حطيناش تاصيل وتعريف للمصطلحات الانسانيه. وبنتبع المصطلحات اللي جايه لنا وما الناس اجتهدوا. ما بنقولش الناس دول وحشين، لا اجتهدوا. لكن فهمهم لكلمه انسانيه كان حصل نقاش كبير جدا بيننا وبين اللجنه الدوليه للاستاذ احمد في تعريف كلمه انسانيه. انسانيه تقول لك كل ما يمس الانسان في اي مجال، حتى ممكن يخش فيه الحيوان والطير، لان هو دول كلهم بيستنفع منهم ايه؟ الانسان. اما كلمه انسانيه ف
في العمل في المصطلح الحديث في القاموس الغربي هي اللي هي حاليا بنسميه العمل الانساني اللي هو العمل الإغاثي. العمل الخيري اللي هم بيصنفوه دلوقتي اللي هو عمل اللي هو التقليدي الخدمي في المجتمعات، يعني زي كفالة الأيتام، توزيع الحصص الغذائية، توزيع الملابس، الحاجات دي كلها. فالناس يا أخ عمر بيصنفوا على قدر فكرهم وفهمهم للمصطلحات. أنا هقول لك حاجة يا أخ عمر، صلي على النبي. وسأدي لكم كلكم لأنه تحدي، لأنكم ترددتوا أنكم تكونوا إيه؟ رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عدد كلمات أو مستخرجات اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة الروسية؟ من عنده الإجابة؟ أقولها تاني، كم عدد كلمات ومستخرجات اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية واللغة اللي هو الروسية؟ الإنجليزية يعني؟ ها؟ كلمة الإنسانية؟ لا لا لا، أحمد كلمات كلها. لا الكلمات المستخرجات، كلمات المستخرجات. اللغة الروسية 100 طبعا. أنا أعتقد أن اللغة العربية أكثر. بس إحنا عندنا عدد. عدد. لا أستطيع أن أحدد، لكن يعني بصفة عامة اللغة العربية هي أكثر يعني عددا من اللغات العالم كله. أغنى لغة يعني. أنا مش مختلف معك. اللغة الروسية 130,000. 130,000. اللغة أنا ما بفهمش بس ما جبت حاجاتك وبعدين. حضرتك جاي. حضرتك جاي. وبعدين اللغة اللي هو الفرنسية 160,000. بل لا، وبعدين اللغة الإنجليزية 600,000. أما اللغة العربية ف 12,200,000. الفرق قد ايه؟ حتى لو انت جمعت ثلاث لغات دول على بعض مش هتطلعوا مليون. فاحنا بنهمل كنز من كنوز اللغويه اللي بتؤثر لنا الاعمال في كل مجال في كل مكان. لذلك لما ترجع يا اخ عمر انت بتتبع ناس ربنا اكرمهم جزاهم الله خيرهم مجتهد، لكن فكرهم محدود في اللغويات بتاعت اللغه بتاعتهم. وانت بتهمل لغتك اللي فكرها مش محدود. ده التحدي، ده التحدي. وانا هقولها كلمه ثانيه، مفيش شيخ يجي يقول انا شيخ وحافتي من غير ما يعرف عربيه. قول له انت فنكوش، تقول لي سومالي، اقول له مش عايز. لا يجوز ولا يجاز مفتي بدون لغه عربيه، ولغه عربيه باستنباطاتها واستخراجاتها، مش لغه عالميه. لا دي مش دي بتاعتنا، لغه العام. لا، ده هو صفة من صفات أو أساس من أساسيات أنك تصبح عالم أو محدث أو مفسر أو فقيه. ليس استعلاء أن أنا بعرف أتكلم عربي، لكنها أصول من أصول العلم الشرعي في الإسلام. شكرا يا أخ عمر. تفضل. مش حرام أنت تتكلم، أنت خلاص أنت دغيات ولا أنت أفغان؟ طيب أولويات أي عمل في العالم تبنى على احتياجات الناس الموجودة. يعني الأولوية بناء على الحاجة. لو المنطقة دي محتاجة مية يبقى الأولوية مية، محتاجة تعليم يبقى الأولوية تعليم، محتاجة أمن يبقى الأولوية أمن، محتاجة زراعة يبقى الأولوية زراعة، وهكذا. وهكذا. لما نيجي في مجتمع ما وفي مسلم ومسيحي، العمل الإنساني اللي هو العمل اللي فيه إغاثة، لا أفرق بين الاثنين، لا أفرق بين الاثنين أبدا، بالعكس
احنا من اجمل الاشياء اللي حصلت في الشيشان في الغفله الاسلاميه في عام بعد الحرب الثانيه سنه 2000 كان في امراه روسيه مكسوفه تيجي تاخد لحوم الاضاحي انها مش مسلمه. كنا احنا بنحاول لحوم الاضاحي للسجق والمرتدله والحاجات دي كلها. فجت كده على استحياء تقول لنا يعني ممكن انا مش مسلمه زيكم وبتاع ده. فاداها الاخ زي ما ادى المسلمين بالظبط. زي ما ادى المسلمين. فكل كبد راتب صدقه. كل كبد راتب صدقه. وخلي بالك لو انت اسعدت الاثنين ربنا هيبارك لك في العمل بتاعك اكتر. الاثنين هيكونوا مجتمع. انت عايز عملك يا اخ عبد القادر يربط المجتمع من تحت لبعض. لو غير المسلم وجد فقط بتدي المسلم هينعزل عنك. هيبتدي الظن وسوء الظن والكره الى اخره الى اخره ويبتدي يخترق من ناس اخرين. فلابد ان نوازن ما بينها حتى في الزكاة. في الزكاة فيها في سبيل الله فيها المؤلفة يغلبون. مؤلفة يغلبون فضل الشيخ قرضاوي اللي بيصير بالخير يعني قال لك حتى ولو لم يرجع اسلامهم. انت بتؤلف القلوب مش بتقحم الناس على دخول الدين. اقحام الناس على دخول الدين ده تعتبر جريمة ضد الإنسانية. ان انا فقير أنا محتاج أنا كذا أنا كذا أنا كذا. وكل إنسان بيفرض على الناس دين من أجل الطعام هو بيرتكب جريمة ضد الإنسان. لكن لابد أن نؤلف المؤذن كذا لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال القرآن سورة التوبة والمؤلفة قلوبهم. يعني على الأقل ما يبقاش عدوهم. وده ليه سهم. سهم داخل الزكاة مش سهم داخل الصدقات والهبات إلى آخره. اتفضل. تعالى جنبي هنا. اسمع عمر انت كمان بردك ولا اسمع؟ ولا اتفضل. عمر ولا؟ بقول لكم عمر ولا ايه؟ سيدنا عمر عدى عليكم كتير يعني. اتفضل. جزاك الله خير مصطفى يعني كنت عايز اسالك في العمل الانساني يعني هنا او في اي بلد في يعني في سنه فوق على الحياه من الدول العربيه والحياه العربيه يسموا تربيشنال دارفيس نان تربيشنال يعني ايش رايك يعني؟ طبعا معتبرين تقليديين ومعتبرين غير تقليديين. مين التقليديين؟ التقليديين هم الغرب يعني والغير التقليديين هم العصريين يعني مش يعني هذا التصور انه الدول الاسلاميه والمسلمين يعني مش يعني ما كانوا شغالين افكار اسلاميه ايش صار لها؟ شكرا. انا عشنا انت بدك ترجع لنفس الموضوع بتاع الاخ عمر اللي هو التسميات. من الذي يسمي التسميات؟ هو الذي تقدم بالعمل واصبح يكون بحوث واصبح يكون ورقه اوراق بحثيه. هم لقوا ان في الماضي ان اغلب الفلوس اللي بتروح للامم المتحده واغلب المؤسسات الكبرى اللي هي المؤسسات الغربيه الانسانيه جزاكم الله خير. احنا كدول مؤسسات إسلامية أو كدول إسلامية لا نعلن عما نقوم به. لا ندخل في المحافل الدولية. لا نعطي تقارير. نعطي تقارير للمؤسسات الأممية نقول لهم إحنا السنة دي كدولة إكس المنطقة العربية الإسلامية طلعنا مليار أو 2 أو 3 مليار، التانيين بيطلعوا 100 مليون و50 مليون وبيكتبوها. أنت ما بتكتبش. فزيك هم نفسهم تقليديين وأنت لسه جاي جديد، بالرغم إن أنت بتعمل بالظبط كما يعملون. المشكله مش عندهم، المشكله عندنا احنا. المشكله ان الامم المتحده وما عندها التقارير. احنا ما بنناقش التقارير بتاعتنا، ندخلها في المنظومه متابعه الاعمال اللي احنا عملنا بيها. يعني شوف كم مره الدول العربيه تبرعت خلال السبع ثمان سنين دول لسوريا. والى الان في بعض الدول مش محطوطه على الخريطه. لانها تكسل او كذا او كذا، بدون ذكر اسماء الدول. كم مره من الدول المسلمه تبرعت للسودان للصومال في ال 30 سنه اللي فاتت. ها؟ ومع ذلك مش مكتوبه. لكن مكتوبه عند الامم المتحده اللي هم الناس اللي بتكتبوا. انت لما تخش مكان بتمضي. انا دخلت مكان ما مضيتش عارف انك دخلت. فالمشكله مش عند المؤسسات الامميه، المشكله عند الدول العربيه والدول الاسلاميه والمؤسسات الاسلاميه اللي مش بتخش
وتنخرط في مثل هذه المجتمعات. احنا سجلنا الإباثة الإسلامية في الأمم المتحدة تعمل كم سنة؟ 26 سنة 1993 وخدنا صفة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2001 في سبتمبر 2001 يعني بعد تفجير سبتمبر بحوالي 3-4 سنين أو 3-4 سنين مش 3-4 سنين خدت بالك؟ فأنت اسعى والأبواب مفتوحة أنت ما تسعاش ما بيتكلموش عنك ما تحطش تقريبا ما بيتكلموش عنك ما بتلتقيش بيهم ما بيتكلموش عنك ما بتعملش أبحاث ما بيتكلموش عنك ان الغرب والمؤسسات الاوروبيه الكبيره هي مؤسسات حكومات تؤمن بالارقام وتؤمن بالابحاث وتؤمن بالاوراق اللي هي اللي قدمها لهم. يا شباب مين ثاني؟ تفضل. عشان كده لما كلمت انا قلت لك مثلا 1993 اخذنا التصريح ان نكون عضو في اللجنه مجلس الشؤون الاقتصاديه للامم المتحده خطوه ولا لسه؟ مجلس الاقتصاد خطوه؟ مجلس الانكشاف لابد تاخدوه مجلس الشؤون الاقتصاديه للامم المتحده لابد تفتحك على كل المحافل اللي بتنظمها الامم المتحده في السنه مش عايز فلوس ولا حاجه احنا بنعيش في حاجه اسمها عصر الاسلاموفوبيا بنعيش في حاجه اسمها عصر ان الايه ان اصبح في شريك جديد انساني اسلامي بعض الناس بيحبوه وبعض الناس ما بيحبوش بنعيش في عصر ما بعد سبتمبر 11 سبتمبر اللي هو بيتهم هذا الفصيل من العالم انه ارهابي او انه متطرف او انه صدامي الى اخره فأهم شيء بنعمله إننا ننفتح نمرة واحد يكون عندنا في الداخل حوكمة رشيدة ما يكونش عندنا في الداخل تبعيات سياسية أو تبعيات دينية لتشكيلات دينية مختلفة لأن دي بتخلي الناس يبصوا لنا نظرة مختلفة لا نخلط الأوراق ما بين العمل الإنساني والعمل غير الإنساني اللي ما يجوز منه العمل العسكري يبقى احنا اتكلمنا عن السياسة وعن الدين وعن العمل العسكري زائد اللي هو الشفافيه في صرف الاموال انا جيت اصرف اموالي في بلد زي الصومال صعب تحويل الاموال وصعب صرف الاموال وصعب متابعه صرف الاموال لابد يكون عندي شفافيه ماليه غير عاديه شفافيه ماليه غير عاديه من البنك في لندن الى المستفيد في كسمايو او الى اخره شفافيه شفافية حتى لو أخطأت أقول إن أنا أخطأت أديكم مثلا من أمثلة أوكسفام في 2010 لما حصل قصة الدعارة في هايتي وطلعت الفضيحة قدموا تقرير للتشاد كوميشن التقرير ما كانش كامل لكن قدموا تقرير وفضل التشاد كوميشن ما ردش عليهم لما حصل فضيحة السنة اللي فاتت احنا قدمنا تقريبا 10-8 سنين فكل انت عندك خطا تخطيهم ما تغمد ما ايه ما تقفلش عليه
تفتح الباب تقول انا اخطات. يقول انا اخطات احسن من ايه يكتشف ان انت اخطات. يعني ناتج على الاخر يكتشف خطأ. سارع يصلح خطأ. وده التاني. يبقى كانت حكمة الرشيدة الشرفية ابناء اللي هو الاشتراكات والعلاقات مع الاخرين. بناء الشراكات والعلاقات مع الاخرين. ما حدش من الناس دول هيدافع عنك الا لما يعرفك. مفيش حد هيدافع عنك عشان انت مثلا بتعيط او كلمة حلوة ولا لا. مفيش حد هيحط يعني الحاجة اللي انقذت بعد فضل الله سبحانه وتعالى اللي بس اسميها في 2001 في بريطانيا. لما حصل احداث 2001 كان بتحصل فيه لقاءات خاصة لم تكن تدل عليها الاغاثة. لكن كان عملنا علاقة مع حاجة اسمها كافكا اللي هو المؤسسة الكاثوليكية كافو للتنميه تبع الكنيسه الكاثوليكيه وتبع روما. بدأناها من امتى؟ من 1998 يعني الناس عرفونا وهم زارونا وكذا 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 الى اخره. فلما بدأوا يتكلموا في الجلسات الخاصه بتاعتهم قالوا لا احنا عارفين الاغاثه الاسلاميه. لازم الناس تعرفها. ليه؟ لان الجو اللي احنا عايشين فيه انت متهم الى الناس بالعكس. وللاسف بعض او كثير من الدول اللي هي تعتبر عربيه او اسلاميه بتتهمك نفس التهم. نفس التهم. في امر ثاني عندك تمثيل النساء والشباب في المجالس بتاعتك او في المستشفى اللي هم الموظفين. يبدا بعض المؤسسات الاولى تقول لك لا دول مؤسسه ذكوريه. حط عليها علامه استفهام. لابد يكون في توازن عشان نجيب مثل هؤلاء الناس مع الشباب اللي هم يغمروا جزء سواء كان بنات او شباب لانه جزء من نسيج المجتمع بتاعنا. انا اديكم مثلا على عدم مشاركه المراه. رحنا مره منديره، منديره تبع مين ساكن فيها؟ كلكم صوماليين في كينيا صح؟ الكلام ده مش عارف 2005 او حاجه او 2006. الارض هناك حمرا حمرا حمرا. واحنا ماشيين كان العربيات ما فيهاش تكييف فاضطرنا نفتح الشبابيك. فالتراب الاحمر جه على وشنا وعلى تقلنا فما كناش متخيلين ان احنا شفنا زي الشياطين. كل واحد فينا كان بيقعد يضحك على التاني لما يشوفه. لما نزلنا عشان نقعد مع الاطفال والنساء هناك ما كانش ولا امراه معانا. الاطفال كانوا مرعوبين. رجعوا كده وقعدوا يعيطوا. والنساء مؤدبات فقاعدين كده يعني انت جاي تعمل معايا ايه؟ وانا نساء محافظات يعني. فاحنا ادركنا ان احنا كنا مخطئين وما كانش معانا نساء او شباب. العام اللي بعدين لما رحنا النيجر ومالي وتشاد وليبيا كان 2007 خدنا معانا ثلاث نساء ثلاث بنات. العيال الصغيرين كانوا بيلعبوا على حجرهم ويتنططوا ويحضرهم كانك انت في عيد. واحنا خدنا ايه كرسي ورا. فالمفروض احنا جماعه بقى الفقه تفسير الشريعه يسمحوا بسفر المرأة المسلمة في ظل الشر. هم اللي يجدوا الحلول مش يقول لك لا. بس العادات تختلف. لا. المجتمع دلوقتي هقول لك حاجة. أنا لو نزلت دلوقتي كصومالي كرجل ودخلت أي قرية أو أي مكان من مكان نزول اللي هو ثلاث أرباع نسوان وأطفال. النسوان هتاخد خطوة لورا منك وأنت صومالي وهي صومالية. لكن لو لقيت اسمك أنت. ها؟ ريان. يعني انت كمان باب من ابواب الجنه؟ هتجوزها. ها؟ عشان الباب من ابواب الجنه؟ المهم حتى الصوماليه عايزه اروح الصوماليه تكلمها. كان امبارح معانا كانت اختي اسمها الست الكبيره كان معانا النص اسمها ايه؟ مريم ولا اسمها عائشه؟ لا اسمها عندها حاجه ماما ايه؟ ماما عائشه. اتكلمت ماما عائشه. انت كنت هناك صح؟ ماما عائشه اتكلمت على حاجه خاصه. لما اصبحت بالغه وحصل لها كذا 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 ما لقيتش حد ينظف ازاي نفسها وهي عايشه في ايه؟ ومخايم مخيمات اللي هي المسيحيين. دي الحاجات اللي هي زي ما بنقول ايه؟ ان كايند دونيشن او نان فود ايتمز بنتكلم عنها. فبالتالي جزء من وجود الغرب دلوقتي يعتقد ان عدم وجود المراه ده شيء من السير العفو. يبقى انت العام عندك مكسور. فاحنا نوازن ما بين حاجتنا للمراه وحاجه الشرع حمايه المراه ودعم المسلمين في المجتمع. ودي في اشياء كتير ممكن نحطها. الامر ده الخطاب الاعلامي بتاعك.
طب الاعلانات الصور اللي بحطها على الفيسبوك والسوشيال ميديا. الامر الرابع او الخامس او السادس او السابع في مؤسسات بتصنف انت ما بتعرفش انها بتصنفها. يعني في حاجه اسمها وورلد تشيك عارفها زمزم وورلد تشيك او اللي هو تومسون رايت عنده 3 مليون مصنفين انهم ارهابيين. اي حد بيكتب اي حاجه بيوديها له بما فيهم انا قالوا مش الاسم كنتش اعرف من لما اسمك بيتحط هناك البنك ما بيحاولش فلوس. كان مره من المرات عايزين نحول فلوس من كندا لبريطانيا لجمعيه ما كان في 3 تحت على ايه على القهوه بتاع تومسون رايت وقلنا لهم لما مشوا بقى يحولها اموال البنك بيخاف. هنعرف تومسون رايت يا شعيب وورد تشيك عشان كل موظف عندك هنا تعمل عليه تشيك ان هو نضيف ولا مش مستحمي. مستحمي كل يوم اكيد. كان سهل تساوى اللي جاي خلي بالك مش عشان انت عشان واحد ست بقى يعني خلاص لا انت برضه ممكن تكون لازم تكون اسكاني. ده دلوقتي اصبح فريضه على كل مؤسسه تعمل في الاماكن دي حتى اللي بيتوظف يبقى عايز اسكاني. لان اللي بيحط القوانين دي مش احنا. في مؤسسات بتتبع وخاصة المنطقة بتاعتكم لأن هو المنطقة كلها يعني مصطلحات مسلحة. فممكن يعني انت ممكن حتى تصبح ريفرنس انت مش عارف في سنة كام 20,000 أو 15,000 حاجة زي كده هو لازم تعمل سكان على كده لو في أي جمعية صومالية عايز تطلع الناس تعمل لهم خدمة من خدمات. فكل الحاجات دي أخ عمر برضك ولا محمد؟ أخ محمد ربك كل الجمعيه من الجمعيات دي ممكن تستفيد بخدمه من ايه؟ من زمزم كمؤسسه كبيره انك تكشف لهم على الناس اللي عندها تقول لهم شوفوا والله الناس دي كذا الناس دي كذا الناس دي كذا. وفي كل الوسائل دي موجوده متاحه لكن اهم شيء التواصل والانفتاح وبناء الشبكه ودخول مؤسسات الامم المتحده اذا كنت هنا او لو كنت في اوروبا الاتحاد الاوروبي. اتصال بالسفارات ده كان موجود اهو. اليوم بدات السفارات تفتح هنا اهو. الأمريكية فتحت بريطانيا فتحت ولا لسه؟ فتحت في حال مش مشكلة. بس لو اتصل. الله أقول لك اتصل. إذا ما تتصل هي تتصل لا مشكلة. لا ما اتصل بس. لا ما اتصل عليها. أنا السويديين والنرويجيين والحاجات دي كلها كلها موجودة. اتصل بيهم. في المنطقة الأخرى هناك. اللي هي في المطار مش كده؟ نعم في المطار. تفضل. الوقت خلص ولا لسه صحيح؟ احنا ممكن نصلي المغرب مع بعضهم. دي فتوى جديده برضه عشان كتير. ما يمشي في حلا يا عم انا مفتي جديد ما انا مفتي انا مفتي مالك انت؟ احنا الدنيا دوت ايه؟ بص يعني اسمك ايه؟ محمد محمد الف محمد ب بص دكتور اول اشكر حول العمل الإنساني. أود أن أسألك سؤالين حول التحدي. خلال تحدثت عن التحدي العالمي الذي يواجه العمل الإنساني. بخبرتك الجديدة الممتدة حول العمل الإنساني، هل هناك تحديات أخرى تعوق العمل الإنساني على الصعيد العالمي؟ وهل هناك يعني تحديات أساسية تواجه العمل الإنساني على صعيد السمع؟ طيب التحديات كثيرة. أحد التحديات كان بيتكلم عنها أخونا محمد كان بيتكلم عن الإرهاب الحرب على الإرهاب والإسلام الخوف. ده أكبر تحدي إذا كان داخلي أو خارجي في الصومال أو ضد الصومال. مدينة من واحد. الأمر الثاني التحدي المهم جدا اللي هي الكفاءات البشرية اللي عندنا. ضعاف جدا في الكفاءات البشرية. ضعاف العمل الخيري مش عمل هبلولي كده اي حد يقوم بيه. مش عمل ان انا اشيل بس شنطه واديها للناس وارجع. لا العمل الخيري اصبح فيه مهنه. اصبح حرفه. اصبح رساله. اصبح مهمه. اصبح يؤثر على المجتمع بيبني مجتمعات بيبني السلام. انتوا عندكم حاجه اسمها كده بناء السلام مش كده؟ الى اخره. اصبح حاجه اسمها بنسميها اللي هي دلوقتي سايكو سوشيال سبورت اللي هو العمل النفسي مع الاطفال مع النساء الى اخره الى اخره. ما كانش موجود زمان قبل كده.
فاعتبر ان عمل اهم شيء لحد العمل الانساني اللي بنتكلم فيه هذا عمل انساني اللي هو معرفه ما هو العمل الانساني. معرفه ما هي المعايير الانسانيه. معايير الانسانيه برضك اللي حطوها الايه؟ بتلاقي الدول السن الاحمر. صح؟ موجود معايير نتبعها. بنلاقي الكفاءات اللي عندنا. واخد بالك اللي هو التحديات الاخرى اللي بنتكلم عنها العرقيات اللي موجوده عندنا. والصومال بسم الله ما شاء الله مليانه قبائل مليانه عرقيات. اللي هو الثقافات المذهبيه المختلفه لحد شيعه سنه بعدين جماعه اسلاميه اخوان صوفي بعدين صوفي الف ولا ب ولا ج بعدين جماعه اسلاميه الف ولا ب ولا سلفي الى اخره. دي كلها تحديات. تجد في بعض الجامعات ملتزمه بالشيخ ده او الشيخ ده او الشيخ ده. غلط. لا الفلوس فلوسك ولا فلوس الشيخ. ده تحدي اخر. حتى نقول كيف نتعامل مع المجتمع الدولي؟ كيف نفهم خطاب المجتمع الدولي؟ التحدي الاخر كيف نخرج رسالتنا تصبح انسانيه ما تصبحش عاطفيه فقط؟ يعني الانسان العاطفيه شيء كذا الله لك دول انسانيه لا يخشى منها من يراها اللي بيكتب عنك تقارير. التحدي الاخر كيف نتواصل مع الحكومه بتاعتنا الصومال؟ نقوي من عزيمتها عشان ندي المجتمعات لان في النهايه لو احنا ما ساعدناش الحكومه ما ساعدناش الصومال هتطب ذلك. دي ارض احنا واقفين عليها. صح؟ التحدي في البناء الداخلي في المؤسسه وده في كل المؤسسات سواء كانت في الصومال او خارج الصومال. والهيكليه المؤسسيه والتبعيه لشخصيه كاريزميه هي اللي اسست المؤسسه. يعني في حاجه اسمها بنسميها ايه؟ متلازمه المؤسس. اللي هي ايه؟ فاوندر سندروم. يعني المؤسس ده بيقول لك يعني من القبر الايه؟ من الايه؟ من المهدي للحد مش كده؟ ما ينفعش لابد يكون في تتابع في القيادات. التحدي الثاني اللي هو بناء قيادات الشباب داخل المؤسسه عشان في توالي. انا وانا في المؤسسه اخونا محمد ولا اخونا عبد القادر ولا اخونا شعيب لابد 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 يربوا شباب يستطيعوا يتعلموا منهم وهم موجودين في الاوفيس بتاعهم. مش بعد ما يخرجوا يعلموا الناس. لابد يكون ليا فتره اسبوعيه ان انا اقعد انقل خبرتي للاخرين. انت الخبره بتاعتك مش ملكك. الخبره بتاعتك اللي عملها مال الفقراء والمساكين. فعليك فرض عين ان انت تعلم بيها المجتمع وتعلم بيها الشباب. عليك ده فرض عين لان اللي علمك مال الفقير. اللي كبرك مال الفقير. اللي خلاك تبقى حيثيه في المجتمع مال الفقير. فعلي ان ارجع الخبره والعلم للمجتمع عشان المجتمع يتكامل معي ويطلع قيادات اخرى في المستقبل. من اهم الاشياء اللي عندنا ان احنا لابد ان نبني قيادات المستقبل. لابد 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 ولابد يكون مجالسنا الاداريه او مجالس التنفيذيه فيها جزء من الشباب. عشان نحتضنهم يكبروا وبعدين احنا ننظر الايه؟ الاماكن بتاعتنا. ودي كلها تحديات كتيره. الثقافات المجتمعات اللي بتشتغل فيها. لابد ان احنا نعرف عن ايه الثقافات بتاعت اديانهم عقائدهم قيمهم. قبل ما تروح في اي مكان مش عارف انت المجتمع ده بيتعامل ازاي. التركيبات المجتمعيه في كل مجتمع بنعرفها بتحديات اخرى. اشياء كثيره جدا لو انت قعدت حد ممكن تلاقي 100 تحدي او اكثر من 100 تحدي. احنا نحددها ونبتدي على كل منطقه نشوف كيف نتعامل معاها. بس اهم شيء هو بناء الكوادر. بناء الكوادر بناء الكوادر. تفضل. ها؟ حاضر حاضر. انا حصلت مع المغرب مش كده؟ الفتوى جت من الشيخ هنا اهو. الشيخ ده بتاع الفتوى. لحقت مع الظهر مع المغرب. ها؟ مش علي. الشيخ علي اه. جزاك الله خير أهلا وعادة القيمة اسمي محمد يوسف من حضرتك يعني القيمة منها في بدء اللي هو كاتب جهود لبناء المؤسسات قوية نعم كوميدية نعم كيف نؤثر نحن وكيف يعني نستطيع أن نبني هذه المؤسسات القوية للدولة ما دورنا نحن وكيف نؤثر وما هي الخطوات التي يجب او ينبغي ان نتخذها.
جزاك الله خير. في الصومال في جمعيات كثيرة سجلت. أنا كنا في ورشة عمل امبارح احنا مش عارفين كم جمعية مسجلة في الصومال. وده تحدي أيضاً. فعلينا على الأقل نبدأ كمجموعة من الجمعيات الكبيرة اللي عندها رؤية فاهم؟ زي زمزم وخمس أو ست جمعيات. نبتدي نفكر إزاي نحاول نتعاون مع بعض عشان إيه؟ نبني مؤسسة نستطيع إنها تساعد الجمعيات دي. أصبح في الصومال في وزارة للشؤون الإنسانية، صح؟ كانت أول وزيرة من سنتين كانت الدكتورة مريم، مش كده ولا إيه؟ دلوقتي في وزير آخر. حمزة وزير آخر. قابلناها. نتواصل معه بس نتواصل برؤية محددة. لو اجتمعت زمزم وعمل اجتماع في الغرفة دي لأكبر خمس أو ستة أو سبع مؤسسات في الصومال، قعدنا مع بعض وفكرنا كلنا كمجموعة من المؤسسات الكبيرة كيف نساعد الصومال. المجال ألف أو ب أو ج أو د. ثم التقينا مع الوزارة، احنا قلت له بيتنا عايزين نتعاون معكم. علشان احنا بنتكلم مش على زمزم أو المنهج أو مش عارف مين أو مين، احنا بنتكلم على الصومال. والصومال ليس ملك لفصيل أو لمؤسسة أو لحزب، إنما ملك لكل الصومال. فلابد الرؤية تطلع هنا شعيب اللي هو يوم أو يومين مع بعض مع جمعيات، كل واحد طلع ما عنده ونطلع ورقة صغيرة كده. دي استراتيجيتنا في الخمس ثمان عشر سنين، ونقعد مع الحكومة. ونبتدي نخطط مع الحكومة ومع أنفسنا إيه اللي إحنا نقدر نقوم بيه. ونعمل لنا لوبينج، لوبينج يعني مجموعات ضغط على المجتمع الدولي، ده اللي إحنا عايزينه. يعني اللي إحنا قلنا مش عايزين مساعدات إنسانية وعايزين مساعدات تنموية هنفرضها على ألمانيا. بس من خلال رؤية ومن خلال تكاتف الجهود. فلابد في الغرفة دي يا أخ محمد إن هو نقعد ونرسم خريطة للطريق لبلدنا ووطننا، وإزاي كيف نبني مؤسسات دولة، وإزاي كيف نبني مؤسسات مجتمع مدني، وإزاي كيف نحافظ على تماسك المجتمع بتاعنا في الصومال. تفضل. لسه المغرب ما جاش. اتفاقية اهو. طيب في الختام نشكر الدكتور هاني البنا رئيس المجلس الإنساني على محاضرته القيمة، جزاه الله خير. دكتور هاني ما تكفي ساعة أو ساعتين، يحتاج إلى نصف يوم تقريبا بس والناس ما يملوا. فجزاه الله خيرا على هذه الكلمة القيمة. إن شاء الله تعالى يتكرر بنا دكتور هاني وتتكرر اللقاءات إن شاء الله تعالى معه. نشكره كثيرا. طبعا كثير من الأسئلة ناس كثيرين يحتاجوا يسألوا، لكن إن شاء الله فرص أخرى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت في شير ولا انا فينش طبعا مش جاهز انا.